قال عمال ومهندسون في محطة كهرباء عصيفرة بتعز إن ظروف العامل اليمني وأوضاعه خلال سنوات الحرب باتت مزرية، وأشاروا في تصريحات ليمن شباب إلى أنهم لم يعودوا قادرين على توفير متطلبات الحياة وسط هذه الظروف القاسية. والله شوف، أصبحت ظروف العمل اليمني بسبب الحرب هذه، إن أولا عدم انقطاع الرواتب، ثانيا إن جميع الفنيين والمهندسين والموظفين والعاملين اضطروا أنهم إلى يخرجوا طلب الله في عدة أشغال، من اشتغل شاقي، من اشتغل يبيع بطاطس، من اشتغل يبيع سكريم، من أجل توفير لقمة العيش. كيف أصبحت طيب ظروفها المعيشية والأزمة؟ والله أصبحت الظروف صعبة جدا جدا، يعني يرثى لها. طبعا في من عليهم التزامة، في من عليهم أولادهم بالجامعات، بناتهم بالجامعات ثانوية عامة، في من عليهم التزامة إيجار للبيوت، في يعني من يحصلش قوت يومه. يعني العامل اليمني منهار محبط، لا توجد أي تقدير للعمالة اليمنية أثناء الحرب، يعني في ظروف سيئة. باقي يعني أنه يروح يشحت في الشارع، هذا اللي باقي معه، بس ظروف سيئة جدا. كما طلب عمال ومهندسو كهرباء عصيفرة السلطة المحلية في تعز بالنظر إلى معاناتهم والاهتمام بهم نظرا للأوضاع الصعبة التي يمرون بها، وأضافوا خلال مقابلات أجرتها معهم يمن شباب أنهم يعملون ليل نهار منذ أشهر من أجل إعادة الضوء إلى المدينة المحاصرة والمظلمة منذ سنوات. يعني العمال حالتهم مزرية الآن بسبب الحرب، بسبب هذا، بسبب، وإحنا برضو بمحطة كهرباء عصيفرة إحنا نمارس العمل سواء بالأحياء سواء هذا، من أجل البلاد، من أجل الوطن، ما فلتنا أعمالنا ولا. فلذلك يعني نطلب من السلطة المحلية إنه يعني تلتفت لنا وتلتفت لمعاناتنا يعني مهندسين كذا. والله الظروف قاسية لدى العمال بسبب المشاكل هذا وهذه الحرب، ونحن كمهندسين وموظفين بمحطة توليد عصيفرة لنا منذ فترات 4 أشهر نشتغل على المولدات كي نجهز ونعيد الضوء إلى مدينة تعز. فنحن نعمل على قدم وساق رغم الظروف القاسية والصعوبات التي نواجهها، ولكن نرجو من السلطة المحلية الاهتمام بالموظفين المحطة توليد كهرباء عصيفرة مشان مستحقاتهم كي نعيد الضوء لمدينة تعز. تعز تستاهل كل خير.